الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالواضح في النشاط العلمي المستوى الثالث. سوف تجدون في هذا الفيديو التمارين والأنشطة المتعلقة بالحصة الخامسة، يعني الحصة الخامسة من دورة حياة عند النبات. هذه الحصة هي من حصة الأسبوع 25 وهي بعنوان ما مراحل دورة حياة الشجرة. هذه الحصة موجودة في صفحة 73 من الكتاب المدرسي. نبدأ كالعادة بالملاحظة والتساؤل، أننا زهرة بذرة، أننا ثمار، أننا كذلك شجرة. لكن هذه الزهرة والثمار وكذلك هذه الزهرة، إذا نتحدث عن شجرة ماذا؟ نتحدث عن شجرة الكرز. إذا نبحث عن مراحل دورة حياة شجرة الكرز. ألاحظوا بعد مراحل هذه الشجرة، إذا نبدأ دائما الفكرة كتبت لنا بزهرة، والزهرة تتحول إلى ثمرة، داخلها الثمار توجد بذرة، وهذه البذرة يتم إنباتها فتنمو، يعني عبارة عن نبت من الإنبات وتشكل جذور، ثم الساق والأوراق، ثم يتحول ذلك الساق إلى جذع وهناك أغصان فتنمو وتتكون شجرة. إذا نمر إلى التساؤل. التساؤل اللي نقدر نطرح هنايا، ما هي مراحل نمو شجرة الكرز؟ ما هي مراحل نمو شجرة الكرز؟ إذا المراحل حاولت نديرهم على شكل ديتيغي، يعني من بذور النبات أشجار ثمار، ونعود عاوتاني البذور، نتحدث على دورة. إذا بذور نبات أشجار ثمار، للتحقق من هذه الفرضية ننجز أو نختبر الفرضية. أبحث في وثائق عن دورة حياة شجر الكرز، ألاحظ الرسم وأكتب في البطاقة الاسم المناسب. نلاحظ هذا الرسم مزيان، تبغى عندنا شجرة، عندنا هنا زهور ولا زهرة، عندنا ثمرة، عندنا بذور، إنبات هذا البذور كيتكون الجذور ثم الأوراق ثم تنمو وتتكون. إذا المرحلة الأولى الشجر، إذا رقم واحد هي شجرة الكرز. البطاقة الأولى سنكتب فيها شجرة الكرز، البطاقة الثانية زهرة الكرز، البطاقة الثالثة ثمار الكرز، والبطاقة الرابعة بذور الكرز، ثم إنبات الكرز، ونبيتة الكرز، يعني نبيتة مازال صغيرة ثم نبتة ثم شجرة. أعيد، واحد شجرة الكرز، جوج زهرة الكرز، ثلاثة ثمار الكرز، أربعة بذور الكرز، إنبات البذور، نبيتة الكرز. نحاول نخلي لكم الاجابه بعد الشيء اللي باغي يصحح او يتحقق من المعلومات ديالو. استنتج، تسقط بذره الكرز على التربه. اذا هذه البذره تسقط على التربه، فماذا يقع لها؟ اذا عندنا بذره فاش سقطت في التربه ماذا؟ تنبت. إذا فتنبت وتكون جذورا وساقا وأوراقا. إذا الفراغ الأول نكتب فيه تنبت، وهي هذه المرحلة من ربعة، يعني تسقط هذه البذور على التربة فتنبت، بعد ذلك يتكون الجذور كما هو كيننا والساق والأوراق. إذا الفراغ الأول تنبت وتكون جذورا وساقا وأوراقا، تنمو الساق وتتحول إلى جذع وأغصان. هذا الساق تنمو وتكبر فتتحول إلى جذع وأغصان والأوراق كذلك، يعني نتحول من نبيتة إلى شجرة. الفراغ الثاني ساق، الفراغ الثالث جذع. تزهر الشجرة عندما يكتمل نموها، يمكن ما عندنا هنا، إذا هذه الشجرة أصبحت بالغة اكتمل نموها فهي تزهر. تتحول الأزهار إلى ثمار توجد بداخلها بذور. إذا هذه الأزهار تتحول إلى ثمار، وماذا يوجد داخل هذه الثمار؟ بذور جديدة تعطي هذه البذور بدورها بعد إنباتها شجرة الكرز. يعني كنظروا في واحد الحلقة ديما كيمشيو نفس المراحل، من شجرة لزهرة لتمرة بذور ثم إنبات البذور فنحصل على نبيتة ثم شجرة. إذا الفراغ الأول تنبت، الفراغ الثاني ساق، الفراغ الثالث جذع، الفراغ الرابع الأزهار، الفراغ الخامس بذور. إذا الخلاصة تعطي هذه البذور بدورها بعد إنباتها شجرة الكرز، شجرة الكرز وآخر فراغ. إذا نتحدث عن دورة حياة شجرة الكرز كما كتشوفوا قدامكم.
انتقلوا الأستثمر، أملأوا الفراغات بما يناسب البذور دورة حياة أزهار. تتكاثر الأشجار بواسطة أزهار وتعطي ثمارا بها بذور. تنبت البذور فتعطي أشجارا تزهر بدورها. تكون مجموع هذه المراحل المتتالية دورة حياة الشجر. فراغ الأول أزهار، فراغ الثاني البذور، والفراغ الثالث دورة حياة. أعيد قراءة الملخص. تتكاثر الأشجار بواسطة أزهار وتعطي ثمارا بها بذور. تنبت البذور فتعطي أشجارا تزهر بدورها. تكون مجموع هذه المراحل المتتالية دورة حياة الشجرة. قسم ضروري ما نوقفوا على المعجم. شجرة الكرز سوريزياي، شجرة الكرز سوريزياي. في القسم كانوا نوقفوا على لي ريبيتيسيون، يعني كيعاودوها ثلاثه الا كان ممكن القسم كامل، سينو خصو يكون اكبر عدد يقدر يعاودها. استثمر Je corrige l'erreur commise par un élève dans le siècle de vie d'un arbre. أصحح الخطأ الذي ارتكبه تلميذ حينما وضح دورة حياة الشجرة. إذا عندنا هنا فلور، arbre، أولا الأسهم خصهم يكونوا مقلوبين. كنتقلوا من أغبغ الفلور، إذن هاد الأسهم أول حاجة خصو يكونوا مقلوبين، من شجرة لزهرة لتمرة ثم بذور. أول حاجة خصنا نقلبوا هاد الأسهم، الاتجاه ديالهم يكون مقلوب، والبلاصة د غرين خصها تاخدها فخوي، وبلاصة د فخوي غترجع غرين، زائد أننا نقلبوا هاد الأسهم هاد. هذا كل ما يهم التمارين الموجودة في صفحة 73 من الكتاب المدرسي. كنتمنى أنكم تكونوا كتستفدوا، كنتظر يعني الدعم ديالكم للقناة عبر وضع جيم وكومنتار في كل الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعلم الفائده. الناس اللي كتشوف القناه لاول مره ما ترددش في المشاركه وتفعيل الجرس للتوصل كل شيء جديد.